حبيبة السيف شو. النهارده رجعنا لكم بتحدي جديد. تحدي النهارده منك اربع كل واحد معاه اربع قطع نجس وواحد بيبسي كبير وواحد بيبسي كبير واحد بطاطس كبير وواحد بيبسي كبير وساندوتش تشيكن كبير اللي هو قطعتين. تمام، فدلوقتي هنبدا التحدي ونشوف اللي هيخلص الاول. احنا لسه على فكره مش محددين عقاب انسحاب يعني لا مفيش انسحاب. تمام، العقاب هيبقى في اخر الفيديو طبعا كالعاده. يلا مستعد؟ استني بس. ها مستعد؟ واحده واحده. ايوه 1 2 جو. احنا سكتنا ليه؟ بصي تتكلموا ولا لا؟ هو نتكلم ليه؟ كل انت بس هتخسر كالعاده. واعي خلصها ربنا؟ هو خلصها وانا لسه. انا مخلصاها. مش هينفع تجوز، هتبهدل الدنيا لو بس. اشرب بيبسي، بيبسي بيسلك. اشرب 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 اشرب. هتحب قوي البيبسي ولا كل بطاطس ماكدونالدز تبقى حلوه قوي؟ لا شكرا مش عاوز. على فكره اي حاجه داخله في التحدي، اي حاجه موجوده هنا طبعا ما عدا البيبسي داخله في التحدي. لا والله كله داخل التحدي. دي وجبه على بعضها. لا البيبسي دي وجبه على بعضها. لا شكرا. لا ارجعوا. خلاص دلوقتي ما كنتش بتتناول التحدي، لازم يكون صعب. مشكلة السندوتش اللي بتاعتي فانا بقسمه. عامل زيه. البيبسي بيكون طعمه جامد. البيبسي بيتخن. لا البيبسي بيرفع. ماما غيرني مش هسخن. سمعت ان البيبسي بيتخن فانت لازم تتخن فلازم تشرب بيبسي كتير. بس الجرافة لا ولا انا بسمعه. Oh.
عايزين نص سلام. احنا قبل ما نبدا قلنا مش قادر اكمل. على فكره مش هعمل العقاب غير لما يكمل الاكل كله، بس عشان كل مره ما يكملش الاكل كله والعقاب يتعمل فيه. لا اصل انا كملت الاكل كله بضيع عقاب. لا لا مش هستعمل عقاب وبتاع، ماليش دعوه. قولي هلو جايز. هلو جايز شاطرة. أكتر حاجة بكرهها سناك، بس كله بيقف العدة. طب ما تبقاش خمامه وتبقى سايبه حاجه من اكلي ده. انا مش هخش ما اخشش ما باكلوش. افتح بقك فتحه كبيره. يا جماعه بكده وصلنا فيديو. ها احنا عملنا تحدي، لحد حنا جوا من تحت الترابيزه قعدت تجاف الاكل من تحت التحدي. نص الاكل بتاعه خلص بسببها، تاخد وترمي في الارض. خلصت السندوتش والنكس قبل البطاطس والدبس. العفان محمود فيا وش سؤال يعمل ايه ويتدلع؟ بعشق بطاطس سناك اصلا. ماك عامة بكل حاجة. انسحبت؟ لا لا والله احنا قايلين من اول حاجة ما فيش اول حاجة. خلاص يبقى تاكل اكلة. عايزك تغششوا وتقولوا له كل مش عارف ايه الاول وسيب ايه. يا بلدينا تاكل ايه ده بجد؟ هيوفر عليا والله. ما تاخديها والله ما تاكليها. لما اخلص دول وخلاص البطاطس وخلاص البطاطس. استنى بس احنا برضو ما بنغلبش لا 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 لا. علموني يعني انا اللي
كسبانه في الحالات كلها، حتى لو انت كسبانه والله. انت بنت خسرانه لسه ما خلصتيش. كل حبيبي كل امسك امسك. على فكره دي انا حطيت على بق واحد خلاص صغيره يعني. ايه عندي طب جربت تحطي عادي. انا حطيت سندوتش وكله على بق واحد. انت بتحطي نص سندوتش على بق واحد؟ انا ما بتسيس فيه. انا هسلمه الشبكه. بنت صوتك مش كل فيديو بوزعنا البتاع. ماما نفسي اكسب في فكرة تحدي واحدة بس. كسب في تحدي البيبس بس. كل الفيديوهات دي من افكارنا. الفيديو ده من فكرتي. اللي قبله وفيديو الكوبايه برضه كان من فكرتي. ده بقى وتيجي بقى الشيبسي. لا ده كان من فكرتي انا. كان فكرتي انا. نبقوا حلوين مع الكشك. البيبس. البطاطس. يلا معلش معلش محدش قالك تدخل تحديات معايا. مش كان انا اقول تعالي شوف نعمل فكره التحدي. ماشي محدش قالك ادخل فكره التحديات معايا. صور البطاطس خلصت والسندوتش بتاعي خلص والناجس خلص. نركنهم بقى كده نتسلى في البيبس. تسلى يا حبيبي في البطاطس. تسلى يا بابا. بطاطس ساعات تحسها كاملة يا جدعان. بيبس سائع. قربت تخلصه. خلصت البطاطس. خلصت البيبس. حتى البيبس ما خلصتهاش. كنت مخبيه تحت رجلي البتاع. خليكم مع العقاب. طيب يا جماعه والعقاب بقى دي بسهوله. هحط له ثلج في قفاه. لف. لف لو سمحت. لا خلي ظهرك كمان. خلي ظهرك كده. تمام. حرام بس هصفي له التلج من البيبس. حاول اجيب التلج. التلج ساقع. اكيد هيبقى ساقع. سوري ماي ماذر. حلو التلج. تعملوا لايك شير سبسكرايب كومنت وفعلوا زر الجرس.